ازيكم يا شباب؟ احنا النهارده كده قبل الامتحان هنحل شويه الاسئله اللي كان دكتور احمد حللهم قبل كده، بس على شكل سريع شويه نشرح كل حل كل سؤال وشلت الاجابات اللي كانت محطوطه. فاول حاجه ترو فولس، فاينانشال اكاونتنج فوكسز ان اول ترانزاكشنز، دي هتبقى فولس لان هو الفاينانشال اكاونتنج بيركز على حاجه اسمها الفاينانشال ترانزاكشنز مش النون فاينانشال. الترانزاكشنز نوعين، فاينانشال ونون فاينانشال. يبقى الـ Financial Accounting هيركز على Financial Transactions only، يبقى دي false. The proprietorship is a business organized as a separate legal entity under the state law having ownership divided into shares or stocks. فبيقول لك إن proprietorship ديت هي البيزنس اللي بيكون متقسم على هيئة أسهم وبيكون ليه كيان قانوني مختلف. لأ، الكلام دوت بيبقى في حاجة اسمها الكوربوريشن. الكلام ده بيبقى في حاجة اسمها corporation، ما بيبقاش ليه علاقة بالproprietorship. proprietorship ده بيبقى شخص واحد بس اللي معاه البيزنس، يبقى دي false. بعد كده بيقول لك the normal balance of the liabilities and owner's equity accounts is debit balance. أولا ال liabilities وال owner's equity بيبقوا موجودين في ال right side، وال debit ده بيبقى موجود في ال left side. يبقى ازاي هيبقى ليه debit side؟ لأن احنا في ال right side هنبقى credit مش debit، يبقى دي false. All expenses are credit accounts. طبعا احنا عندنا في المنهج revenues وعندنا expenses. ال revenues دايما بتبقى credit وال expenses دايما بتبقى debit مش credit، يبقى دي false. The changes in owner's equity during the period by the statement of cash flow. كل التغييرات اللي بتحصل في الـ owner's equity بنحطها في الـ statement بتاعة الـ cash flow. يبقى ايه علاقتهم ببعض؟ الـ owner's equity كل التغييرات اللي بتحصل فيها تتكتب في الـ statement بتاعة الـ owner's equity مش الـ statement بتاعة الـ cash flow، دي تبقى false. الـ cash flow احنا لسه ما خدناش ازاي تتعمل ولا اي حاجة، ومش هتيجي في المنهج. انت بس تعرف اللي هي نوع من الـ statements اللي عندنا. فيجي يسألك بقى يقول لك هل الـ owner's equity ليها علاقة بالـ cash flow؟ لا، ملهاش علاقة. The statement of financial position shows the entity's revenues and expenses and net results of the activities. The financial position هي اللي بتوريك ال revenues وال expenses وال net results اللي هي net income أو net loss. لأ، اللي بتعمل كده دي اللي هي ال income statement not the financial statement، فدي تبقى false. بعد كده رقم 7، revenues are the cash collected from the sale of goods during the period. دي غلط لسبب، لان هو بيقول لك ان الريفينوس ده الكاش اللي انت جمعته. طب افرض عملت خدمه وما خدتش كاش، لو عملت خدمه وما خدتش كاش برضو انا عملت ريفينو، فالريفينو مش مرتبط بالكاش. يعني انت ما ينفعش تقول ان الريفينوس دوت هو الكاش اللي انت خدته، لا، الريفينوس دي الخدمه اللي انت قدمتها. فلو قال لك ريفينوس ار ذا سيرفيس ريندرد او ذا سيرفيس يو بروفايدد، دي هتبقى صح، لكن كاش كولكتد تبقى فولت. بعد كده 8، managerial accounting provide accounting information for external users. ال external users بيستخدموا الحاجات الإدارية، يعني هم هيديروا الشركة وهم بره الشركة، يبقى دي غلط. هم بيستخدموا حاجة اسمها financial accounting. بعدين 9، a credit is a decrease in an account. هل ال credit بيبقى decrease في account؟ ال credit بيبقى حاجة اسمها right side وال debit بيبقى left side، ده اسمه، يبقى دي فولس. التعريف بتاعه بسيط جدا، لان الكريدت فعلا بياخد الحاجات اللي في الرايت سايد فعشان كده اسمه رايت سايد، والديبت بياخد الحاجات اللي هي بتبقى موجوده في الليفت سايد عشان كده اسمه الليفت سايد. 10، the sole purpose of financial accounting is to determine the financial position of the accounting entity. الهدف الوحيد للفاينانشال اكاونتنج انك تحدد الفاينانشال بوزيشن. لا غلط، وبتحدد كمان الـ income statement اللي هي الـ net loss أو الـ net income. يبقى انت ما بتحددش الـ financial position لوحدها، وانا بيقول لك انه بيحددها لوحدها sole purpose الهدف الوحيد. لا غلط، دي تبقى false. 11، the normal balance of assets account in the credit balance. الـ normal balance بتاع الـ asset هو يبقى credit؟ لا، اذا كان الـ asset موجودة في الـ left side ناحية الديبت يبقى ملوش علاقة بالكريدت، البالانس بتاعه هيبقى في الديبت، يبقى دي فولس.
12 is the normal balance of the liabilities and owners equity accounts is the debit balance. فالبالانس بتاع ال liability وال owners equity المفروض يبقى credit مش debit، يبقى default برضه. بعدين 13 all revenues are debit accounts. كل revenues debit accounts، لا العكس، كل revenues credit accounts وال expenses هي اللي debit. 14 the profit or loss of the enterprise is determined by statement of cash flow. كل البروفيت واللوس بيتحسب بالكاش فلو؟ لا، البروفيت واللوس اللي هو النت انكم او النت لوس بيتحسب بالانكم ستيتمنت مش الكاش فلو، يبقى دي غلط. دي قال لنا نبذة عليها كده بسيطة، اللي هي الكاش فلو دي اللي هي كاش ان وكاش اوت، ملهاش علاقة بقى بالبروفيت ولا لوس. 15 the statement of financial position shows the entity revenues and expenses and net result of activities. ال statement بتاعت ال financial position بتوريك ال revenues وال expenses وال net result بتاعتهم، وده سؤال مكرر اللي احنا لسه حلينه من شوية، ده هيبقى false لأن اللي بيعمل كده دي حاجة اسمها income statement. 16 the statement of owner's equity shows the changes of owner's equity during the period. ال statement بتاعت ال owner's equity بتوريك كل التغييرات في ال owner's equity خلال المدة، صح؟ دي تبقى true فعلا. الستيتمنت بتاعت الاونرز ايكويتي بتوريك التغييرات اللي بتحصل في الاونرز ايكويتي. 17 financial accounting provides accounting information for internal users only. financial accounting بتوفر لك معلومات للانترنال يوزرز بس. غلط، ليه؟ لان financial accounting يعني هتدي يعني اساسا المفروض متخصصه في الاكسترنال اكتر وبتدي للانترنال، ما ينفعش تقول انترنال اونلي، اونلي تبقى غلط. لا، لو قال لك فول انترنال يوزرز وسكت يبقى صح، لكن اونلي ما ينفعش لان هو بيدي للاثنين بس، اكتر كمان الاكسترنال، الانترنال مش بيستعمله كتير كمان. بيقول هنا preparation of general purpose financial statements called summarizing، دي هتبقى false لان preparation of general purpose financial statements اسمه recording، انما summarizing دوت بيبقى في الترياال بالانس. 19 the sole purpose of accounting is due to determine the profit or loss of the project. فانت كان في سؤال قبل كده من شويه كان بيقول لك ان الهدف الوحيد للاكاونتنج انك تحدد الفاينانشال بوزيشن، قلنا له غلط. وهنا بيقول لك الهدف الوحيد انك تحدد البروفيت واللوس، هنقول له غلط برضه لان الاثنين لو جاب بقى اللي قاله المره اللي فاتت واللي قاله هنا دوت مع بعض يبقى صح، انما هنا كده لوحده غلط لانه مش الهدف الوحيد. 20 an account will have a credit balance if the credit exceeds the debit. طبعا هو بيقول لك ان الكريدت هيبقى البالانس بتاعنا لو الكريدت اكتر من الديبت، صح؟ ولو العكس يبقى الديبت هو اللي هيبقى بالانس، يبقى دي true. 21 if expenses are paid in cash then assets will increase. لو انت دفعت expenses بالكاش يبقى الاسيتس هتزيد. ازاي؟ الكاش هيقل، ايه اللي هيحصل لما الكاش يقل للاسيتس؟ الاسيتس هتقل، يبقى ازاي والانكريس؟ يبقى دي فولس. نيجي هنا على الجزء ال MCQ، عندنا هنا 21 سؤال MCQ، منهم شوية على المسألة دول ومنهم شوية منفردين كل سؤال لوحده. فهنا جايب لك مسألة وبيقول لك ان وليد فتح محل وعنده كل الكلام ده، accounts payable و accounts receivable وهكذا. فبيقول لك what did وليد shop show as total credits on its serial balance. عايز يعرف التوتال كريدت. الكريدت ده بيبقى اللي هو الرايت سايد، يبقى كل ما هو liabilities و owners equity و revenues كمان. يبقى هنبدأ نحسب كده، نمشي واحدة واحدة. هنشوف الأول ال accounts payable. accounts payable ديت liabilities، يبقى موجودة فعلا في الكريدت، يبقى 90. accounts receivable debit. land هيبقى debit، cash هيبقى debit، equipment debit، building هتبقى debit، انما notes payable هتبقى credit برضو. 470 بعد كده equipment، بعد كده الكمبيوتر هيبقى debit، long term loan هيبقى credit ب400. بعد كده عندنا inventory دوت asset هيبقى debit، beginning capital هيبقى credit، يبقى نزود 600. بعد كده عندنا drawings دوت يعتبر expenses، هيخش في الديبت مش في الكريدت. بعد كده سيلز ريفينوس، الريفينوس ب2000 يبقى هنزود ال2000 او 200000.
بعد كده هنزود عليهم الـ Service Revenues ب100,000. الإجمالي 1860، ده طبعا مش 1860 عشان احنا شلنا التلات أصفار اللي في الآخر، فدولت 1,860,000، يبقى الـ Answer هتبقى C. هنا بيسأل الـ Total Revenues are، عايز يعرف الـ Total Revenue بكام. الـ Total Revenue هنا احنا ما عندناش غير اتنين، ريفينوس ب200,000 وريفينوس ب100,000، يبقى الإجمالي بتاعهم 300,000، تبقى نمبر A. بالنسبة للتوتال اكسبنس، عايز يعرف التوتال اكسبنس، احنا عندنا كذا حاجة يعني، عندنا السالري والرنت والادفرتايزنج واليوتيليتيز، يبدأ نحسبهم. أول حاجة 60 زائد 30 زائد 20 زائد 30، يبقى الإجمالي 140. الإجمالي هنا 140، يعني سي. بعد كده بيسأل عن net income for each شهر. net income ده بيساوي revenues minus expenses. احنا قلنا ان revenues ب 300، وقلنا ان expenses ب 140، يبقى 300 ماينس 140 هتساوي 160، يبقى الانسر هنا هتبقى B. بعد كده بيسأل حاجة اسمها الاندنج كابيتال اوف وليد شوب. الاندنج كابيتال ديت بكل بساطة ديت بتساوي اولا حاجة اسمها البيجينينج كابيتال، بعد كده بتنقص منها حاجة اسمها ال، انت المفروض تسود عليها الانفستمنت لو عندك انفستمنت، بس احنا هنا ما عندناش انفستمنت، يبقى هنطرح منها الدراونز. بعد كده يا اما نزود النت انكم لو احنا عندنا نت انكم، يا اما نطرح النت لوس لو احنا عندنا نت لوس. احنا هنا عندنا نت انكم، يبقى زائد النت انكم. نبدأ نحسب الكلام دوت، هنشوف فين البيجينينج كابيتال. البيجينينج كابيتال هنا ب 600,000، يبقى نكتب 600. بعد كده هنطرح الدروبنجز 100,000، يبقى نطرح 100,000. بعد كده نشوف، نروح النت انكم نشوفه بكام. النت انكم كان ب 160، يبقى نجمع 160، يبقى الإجمالي 660,000، الأنسر هتبقى سي. هنا بيسأل على التوتال كارنت اسيتس. احنا عندنا في الاسيتس نوعين، current assets و fixed assets. current assets هي assets عبارة عن cash أو حاجة تقدر تتحول لكاش في مدى زمني قصير. فهنا مثلا عندنا accounts receivable، بعد فترة هتبقى معاك الفلوس دي، فدي برضه هتبقى current. نحط 100,000. بعد كده عندنا الكاش ب 40,000، وبعد كده هتشوف ده كله fixed مش current، وهتيجي على الانفنتوري لأنها بتساعدك في إنتاج فلوس برضه، بتبقى 100,000. هو أنا كتبت أرقام غلط، احنا قلنا أول حاجة الأكونتس ريسيفابل ب100، والكاش 100 زائد 40 زائد 100 بتاعت الانفنتوري، يبقى الإجمالي 240. 240 يبقى الانسر بي. بالنسبة للتوتال فيكست اسيتس، يبقى احنا هنحسب كل حاجة فيكست. فيكست معناها ثابت، فهو فعلا مش هينتج فلوس في وقت قريب. هنيجي هنا اللاند، اللاند 340، بعد كده الاكويبمنت ب 300، بعد كده البيلدينج ب 500، بعد كده عندنا الكمبيوتر ب 240، بعد كده عندنا حاجة تانية لونج تيرم لونز انفنتوري حسبناها في ال current، وبعد كده عندنا كابيتال drawings revenues بعدين expense، يبقى الإجمالي معانا 1,380,000. شوف فين 1,380,000، يبقى ال answer هتبقى C. بعد كده هنا بيسألك على التوتال اسيتس بشكل عام،
هتروح تجمع الكرنت مع الفيكست. الكرنت هنا معانا 240 واحنا لسه حاسبين الفيكست، نقوم نحسب نجمع عليهم 240، يوم يطلع الإجمالي 1620، يبقى 1,620,000 اللي هي الأنسر دي. بعد كده هنا بيسأل على التوتال لايبيليتيز، نروح نشوف التوتال لايبيليتيز ونحسبها. نبدأ نمشي، أي حاجة بيبل هتبقى لايبيليتيز. أول حاجة accounts payable يبقى 90، بعد كده نمشي لغاية لما نوصل لحاجة تاني payable. notes payable 480، 470. بعد كده نمشي تاني جت لما نلاقي long term loans 400. نمشي تاني في أي حاجة بيبل مفيش، يبقى الإجمالي 960. ال liabilities الإجمالي بتاعها 960 answer D. بعد كده بيسأل على total liabilities وال equity مع بعض. احنا لسه حاسبين ال liabilities، والإكويتي اللي بيتكلم عليها دي بيبقى اسمها الإندنج كابيتال اللي احنا حسبناها برضو، فهنجمع الاتنين على بعض. النتيجة اللي هي 960 على الإندنج كابيتال اللي هي 660، يبقى نجمع 660 يبقى 1620. عارفين تعرفوا بقى ازاي ان الإجابة بتاعتنا صح؟ لأن التوتال لايبيليتيز والإكويتي المفروض هيساوي الأسيتس. احنا عندنا هنا 1,620,000، لو الاسيتس ب 1,620,000 برضو يبقى احنا صح، التوتال اسيتس مع بعض ب 1,026,000 برضو، 1,620,000. بعد كده انا بيسأل if the owner's equity decrease from the beginning of the year to the end of the year. عندك ال owner's equity قلت من بداية السنة لآخر السنة، يبقى انت عندك خسارة، عندك حاجات نقصت الفلوس اكتر. يبقى انت عندك بتجيب ال beginning capital، المفروض بتجمع عليها ال net income وتطرح منها ال owner's drawings، فبيقول لك ان ال net income اقل من ال owner's drawings، يعني انت سحبت اكتر ما جبت صح، يبقى اكيد كده هو ده السبب اللي خلاك تخسر، اللي خلى ال owner's equity decrease from the beginning of the year to the end of the year. يبقى ال answer بتاعتنا ايه؟ هنا بيقول لك if total liabilities increase by 40,000، عندك ال liabilities زادت ب 40,000 وال owner's equity increased by 13,000، يبقى during the period of the time then total assets must change by what amount and direction during the same period. فال assets هتتغير ازاي؟ احنا عندنا ال assets بتساوي ال liabilities زائد ال owner's equity. طبعا ال liabilities بتساوي ال، احنا بنتكلم عن assets، بتساوي ال liabilities زائد ال owner's equity. لما هنيجي نحسب في موضوع increase و decrease عشان الموضوع يبقى سهل، انت بتكتب المعادلة قدامك وتخلي الطرف اللي انت عايز تحسبه في ناحية لوحده. طالما ال liabilities increase يعني زائد، هتحطه هنا بالزائد، وطالما ال owner's equity increase يبقى هتحطه هنا بالزائد، يبقى دوت بالموجب زائد دوت بالموجب هتجمعهم عادي. انما لو قالك مثلا liabilities decrease ب 40,000، هتقوم تحطهم هنا بالسالب وتحط ال owner's equity عادي بالموجب، فلما تيجي تجمعهم على بعض ال liabilities تطرح من ال owner's equity عشان تطلع لك ال assets لان هي قلت، انما هنا increased. فدي الطريقة اللي تحسب بيها على حسب هو بيقول لك increased ولا decreased، لان دي مش معادلة عادية. فهنا بالنسبة اللي هم increased هنسيبهم بالموجب عادي، 40 زائد 30 هتساوي 70، 70 بقى increase ولا decrease؟ طالما الإجابة هتطلع لنا بالموجب يبقى increase، يبقى ال answer هتبقى دي. Which one could represent the expanded basic accounting equation؟ أنهي واحدة فيهم بتمثل ال accounting equation بس الممتدة المتفصلة؟ فأنت عندك المفروض إن المفروض هتقرا الكلام ده كله هتوصل للإجابة. هتلاقي مثلا هنا ال assets وهنا ال assets وهنا ال assets. هنا ال assets بتساوي ال revenues plus ال expenses. من إمتى ال assets بتساوي revenues plus expenses؟ ده اللي هو ال owner's equity، بس ال owner's equity المفروض تبقى revenues minus ال expenses، وبعد كده تجمع ال capital، فهي دي مش كاملة أساسا،
فتبقى دي مستبعدة. نيجي نشوف هنا بيقول لك الاسيتس بتساوي liabilities، ماشي المفروض زائد الاونرز ايكويتي بقى، ماشي اونرز كابيتال، هو بيفصل الاونرز كابيتال، بيفصل الاونرز ايكويتي ذات نفسها، يبقى المفروض هنجمع الاونرز ايكويتي، المفروض نطرح منها الاونرز جونز، يبقى دي مستبعدة. بعدين احنا عندنا هنا الاسيتس، وعندنا الاسيتس المفروض بتساوي liabilities زائد الاونرز ايكويتي، فهو حط لك الاونرز كابيتال وبعد كده زود عليها ريفينوس، المفروض يطرح الاونرز جونز، المفروض يطرح منها الاكسبنسز هنا، هو قدامه من الناحية التانية، فأكيد هي الإجابة الصح، يبقى الأنسر بي. وده سؤال معقد شوية بس أكيد مش هيجي في الامتحان بالشكل ده. 11. If the total of the debit entries to the equipment account amounted to 10,000 and the total credit entries of the equipment account amounted to 8,000, the equipment account has in. هو عايز يعرف البالانس بتاع الديبت وبتاع الكريدت، هتشوف مين اكبر وتطرحه من التاني او مين الاصغر وتطرحه من الكبير. فاحنا عندنا الديبت هو الكبير 10,000، وبعدين الكريدت ب 8,000، يبقى هنطرح 10 من 8 هيطلع 2، والاتنين دولت يبقوا ديبت بالانس. ليه؟ لان الديبت هو الاكتر، يبقى الديبت بالانس الانسر هتبقى بي. بيقول لك حاجة وحاطط لك تعريفها هنا وانت هتختار من هنا هي انهي تعريف لدولت. A future economic sacrifices of benefits result from current obligations transfer or reserved to other entities in the future as a result of past transactions. فبيقول لك اللي هي حاجات تضحيات اقتصادية مستقبلية. ايه هي التضحيات المستقبلية دي؟ دي بتبقى liabilities، يبقى الانسر هتبقى B. 13. The policy of recording revenues when realized or expenses in the same period of its revenues regardless of its collection or payment. بيقول لك ايه هي النظرية او القانون اللي بيمشوا عليه دوت علشان يحسبوا الحاجة اول لما بتقدم الخدمة بغض النظر عن تجميع الفلوس بتاعتها. دي حاجة اسمها الـ accrual basis of accounting، والعكسها بيبقى اسمها الـ cash basis. يبقى احنا عندنا هنا الانسر هتبقى ايه؟ 14. If salaries expense are paid for 8,000 in cash, this affects transaction in the equation as follows. عندك دفعت expenses ب 8,000، ايه اللي هيحصل للأسيتس؟ ما طالما انت دفعت كاش يبقى الفلوس بتاعتك هتقل، يبقى decrease in assets. يبقى الـ owner's equity اللي هيحصل لها الـ expenses بتقلل الـ owner's equity، لأننا بنطرح الـ expenses، يبقى decrease in assets و decrease in owner's equity، يبقى الـ answer A. Note states that each transaction has two sides, one debit and one credit. The debit should be equal to the credit. أي حاجة في دولت بتقول الكلام دوت، بتقول إن كل المعاملات الحسابية لازم يكون لها اتنين sides، بيبقى جانب للديبت وجانب للكريدت، ولازم الديبت يساوي الكريدت. مين اللي بيبقى فيها جانبين ديبت وكريدت الاتنين يساوي بعض؟ اسمها the double entry system. تبقى الأنسر A. 16. Owner's equity is increased by. الـ owner's equity بتزيد عن طريق ايه؟ انت عندك في الـ owner's equity بيبقى عندك revenues وعندك expenses وغير الـ capital. فالـ revenues بتزود لك الـ owner's equity والـ expenses بتقلل لك الـ owner's equity. هو عايز اللي بيزود الـ owner's equity، يبقى الـ answer هتبقى revenues اللي هي E. بعد كده بيقول لك 17. The net income amount is shown on. الـ net income بيبقى موجود فين؟ بيبان فين؟ أكيد هيبان في two statements. أول statement فيهم هي ال income statement، وال statement التانية اللي هي ال owner's equity. الأساس بتاعها ال income statement. ال owner's equity بنحسبها فيها علشان نقدر نعرف ال ending capital، عشان كده بنستخدمها في ال owner's equity statement. يبقى ال answer C. بعد كده بيقول لك 18. Assets of Ahmed Company increased by 312. Also liabilities increased by 270. Owner's equity. يبقى الـ owner's equity بتساوي كام؟ الـ owner's equity بشكل عام بتساوي الـ assets minus الـ liabilities. يبقى هنكتب كده owner's equity بتساوي الـ assets minus الـ liabilities. بعد كده احنا عندنا هنا أرقام، عندنا الرقم اللي هو الـ assets زاد بـ 312، يبقى هنحطه هنا بالموجب عادي، موجب 312.
وبعد كده هنطرح من الكلام ده liability is increased by 270، يبقى هنحطه بالموجب 270 عادي. انما لو كان قال لنا decreased كنا هنحطه بالسالب. ونحط بقى قوسين هنا ما بين دولت، واحسب على الآلة الحاسبة وشوف هيطلع لك بإيه. هو كده كده هيبقى 312 ناقص 270 عادي، عشان هما الاتنين بالموجب، الاتنين increased. نحسبهم على الآلة الحاسبة هنا، 312 ماينس 270 تطلع ب42,000. increased ولا decreased؟ increased، لأنها طالعة بالموجب، يبقى الأنسر هتبقى C 19. A collection of all accounts and their balances used by a business called. collection في كل الاكونتس وبكل البالانسز بتاعتها، اكيد هتبقى التريال بالانس اللي هي الانسر دي. twenty. A credit is. الكريدت ده بيبقى ايه؟ الكريدت بكل بساطة هو بيبقى الرايت سايد، والديبت هو اللي بيبقى الليفت سايد. يبقى A credit is the right hand side of AT account، أو الجزء اللي بيبقى ناحية الإيد اليمين، يعني الجزء اللي ناحية الرايت، يبقى الأنسر هتبقى B. 21. لو آخر سؤال، an account balance is. الأكونت بالانس ده هو إيه؟ هل هو total of the credit side of the account، ولا total of the debit side، ولا the difference between the total debits and the total credits of an account including the beginning balance؟ يبقى هو فعلا ال difference، هو الفرق ما بين ال debit وال credit. يبقى ال answer هتبقى C، ال account balance اللي احنا بنجيب ال debit ونطرح منها ال credit، أو العكس على حسب مين فيهم الأكبر. بس ده كان آخر سؤال، وكان هو بيتكلم بشكل عملي كده زي ما احنا حلينا في الفيديو اللي فات. هو في الامتحان مش هيجي كده، هيجي بشكل اختيارات. هنا بيسألك على الجورنال وأنا شرحته في الجزء العملي، بعد كده هيقول لك اعمل الليدجر، بعد كده هيقول لك اعمل التريال بالانس زي ما عملنا في الفيديو اللي فات.